باش نكون ان شاء الله نجاوزوا هذه المرحله اللي حاسمه في الظروف جد ايجابيه الحمد لله. تم التزكيه ديال المكتب اللائحه الوحيده اللي كانت اللي ديال وكيل اللائحه هو سي عادل هاله برفقه يعني واحد 98% من المكتب السابق. وتنتمناو من الجماهير الثق فينا والمنخرطين المزيد من الدعم باش ان شاء الله نتجاوزوا هذه المرحله اللي حاسمه في هذه الايام ان شاء الله. خصوصا في الملعب كل شيء فريق مازال تيشتغل مازال حتى شي حاجه ما كاينه رسميه لحد الان ونتمناو ودعيوا معنا ان شاء الله يكون الخير باذن الله التوفيق باذن الله. شكرا لكم.